صغير دايما اسمع كابتن محمود بكر الله يرحمه، حسام خرشد على طول. ما انا مش عارف ايه حسام خرشد كابتن دي. محمود بكر دايما، فخلى كابتن محمد بركات يمسكها عليك. ما هي انا ما انا يعني اسمي كله ما فيهوش حسام خرشد. تمام، ما فيهوش اسم خرشد دي خالص. مفيش الكلام، مفيش. فهو قالها مره كده، فبركات بقى كل ما يجي يا خرشي كل شويه يشوفني يا خرشي، قلت له يا عم والله العظيم انا اسمي ما فيهوش خرشد خالص. قال لي ما اعرفش، هي طالعه عليك خرشد. قلت له طب يا عم خرشد خرشد. بس كابتن محمود بكر كان دمه خفيف. الله يرحمه طبعا، طبعا دمه يعني خفيف ودمه زي العسل يعني، الناس كلها كانت بتحبه. بس انا ارجع بس للنقطه اللي كان بينه بيتكلم عليها. طبعا انت بتضحك وبتهزر، وبيبقى في اي نادي بيبقى في اوضه كده للضحك والهزار، وتلاقي كله حتى مش الناس الصغيره بس اللي كانت بتيجي تقعد عندنا انا وينو، لا زي ما قال لك كده كابتن محمد ابو تريكه، كابتن وائل جمعه، تلاقي كابتن بركات معدي لازم يعدوا على الاوضه على طول. في بيبقى في اوضه كده للضحك والهزار، واللي عايز تطلع برضه من تنشات لو انت عندك معسكر ولا حاجه، بس بتنزل الملعب زي ما ينو قال خلاص انت بتفصل من كل حاجه. في اسم نادي، في اسم نادي انت بتلعب تحته، اسم نادي الاهلي. انت ما ينفعش تبقى نازل متكاسل ولا متخاذل ولا انت نازل مش في دماغك، لا انت بره الملعب حاجه بتضحك وبتهزر والدنيا فاني وعادي وايزي، لكن بتنزل الملعب لا خلاص انت بتلعب باسم نادي وبتلعب لازم تكسب، ولازم كل مباراه انت تدخل فيها لازم تبقى مركز فيها 1000000%، مش 100%. بس فده اللي خلانا نكسب الفتره اللي فاتت البطولات دي كلها. كابتن حسام عاشور يمكن حقق ألقاب كتيرة جدا وبيلعب بسم الله ما شاء الله مع أجيال كتيرة وأجيال عدت وأجيال جاية إن شاء الله. هل تفتكر ده يا كابتن حسام اللي خلى الجمهور ممكن يكون رابط ما بين سن كابتن حسام عاشور وبين تحقيقه للبطولات، إن هو بدل ما وصل 12 دوري وشارك في كل البطولات دي وبالتالي هو يعني سنه ممكن يكون كبر شوية ولا ما حاجة؟ ما دي النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها. يعني الناس فاكرة اللي أنا عندي مثلا 35 36 37 أنا لسه تمام ال 33 بسم الله ما شاء الله من فترة قريبة. يعني عشان الناس ممكن تقول كده عشان أنا إيه لعبت من 17 سنة أو 16 سنة ونص، لكن لا أنا لسه تمام ال 33 من كام شهر. فلسه يعني إن الحمد لله لغايه السنه اللي فاتت كنت اساسي، بس هو اللي بعدني الفتره اللي فاتت كم اصابه كانت ورا بعض، الانكل في الضمه دي اللي بعدتني الفتره اللي فاتت شويه. بس الحمد لله الواحد رجع وبيتمرن، وعايز الناس تيجي تشوف يعني الواحد بيتمرن وبيجتهد وبيطلع كل اللي عنده والحمد لله. يعني اخر ماتش انا لعبته كان ماتش الاهلي والزمالك اللي هو كان فيه مطر والملعب كان بايظ، ده لعبت 90 دقيقه والحمد لله ما فيش ده الكلام ده من شهر ونص ولا شهرين. لكن اللي بي انا في نغمه بقى اللي يقول لك ما حسام عاشور كبيره ولا حسام عاشور خلاص، لا فيش حاجه اسمها كده. طول ما انت بتدي، طول ما انت بتشتغل باخلاص، وطول ما انت بتعمل اللي عليك، والحمد لله لسه قدامي كتير. يعني البطولات اللي الكابتن حسام عاشور بيحققها هل هي اللي ممكن تخلي الكابتن حسام ما بين ان هو يكمل ويحقق بطولات ويكسر يعني ارقام قياسيه، وسواء تحقيقه لبطوله الدوري رقم 13 اللي انا عايز اتكلم عليها، ولا بالنسبه لك البطولات ما بقتش دوافع بالنسبه للكابتن حسام عاشور، وان وجوده اساسي في الملعب وان هو يكمل مع النادي الاهلي ويحقق مع النادي بطولات بشكل عام؟ هل بتفكر فيها ازاي؟ بتفكر ان ده بيزود يعني بيخليك ان انت عايز تكمل في الكوره عشان تكسر وتوصل لداني الفيز، ولا بالنسبه لك انك عايز تحقق مع النادي الاهلي القاب هو ده الشيء المهم بالنسبه للكابتن حسام عاشور؟ الاثنين يعني. انا دلوقتي انا لسه قادر ان انا اكمل والعب كمان فتره كبيره، دي اول حاجه. وتاني حاجه اللي انا دلوقتي عندي 35 بطوله، انا بسعى ان انا ابقى اكتر واحد واخد بطولات في العالم، ده طموح بالنسبه لي. مش اقول لك لا خلاص بقى انا عملت ماتشات كتير، اكتر واحد لاعب ماتشات في مصر، واكتر واحد لاعب ماتشات في افريقيا وفي العالم، وفي العالم يعني في نادي واحد، وفي نادي واحد الحمد لله. بس انا لا ما بقفش عند طموح معين، وزي ما قلت لك في الاول وفي الاخر وهقدر يعني هفضل اصر عليها، اللي انت بتتعود من الناشئين اللي انت ما تقفش عند طموح معين. انا لو بلعب في فرقه تانية مع احترامي يعني خلاص انا خدت اربع خمس بطولات وتمام كده زي ما بيقولوا اتعشت يعني وخلاص. لكن لا انا ما بوقفش على طموح معين، انا عندي 35 بطوله دلوقتي، عايز ابقى 36 و37 و38 واكمل وابقى اكتر تتويج في العالم، ده طموح عندي وطموح مشروع يعني. طيب تعالى كابتن.